بنات يا بنات، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فاليوم فيديو مميز صراحة، واحد المملحة اللي خطيرة يا البنات، كتحضر في واحد الوقت قياسي شي حاجة الهمة. المهم واش نقول لكم، حكاية هذه المملحة هي واحد المتتبعة اللي كان وجه لها تحية من هنا. أنا في الحقيقة شفتها الصباح، جات عندي لداري باش تاخذ هاد لاكوموند. هي كتوحم، كانت شافت دي فيديو نتاع المملحات ديالي اللي حطيتهم في القناة من قبل. تواصلت معايا قالت لي والو خاطري فيهم انني نتغدى بهم، واخا ما كنتش انا بارطاجيت هادو بالذات، لكن هي بغات شي مملحه المهم تاكلها من يدي. فنط علاش لا، يعني هكا ما غاديش نقدر نردها في وجهها واخا كنت مشغوله، لكن حاولت انني نحضرها ليها في واحد الوقت قياسي. المهم خديت هاد الحويجات اللي قدامكم كتشوفوهم. المهم الا نتوما كانت عندكم تخزو زيدوها، الا كانت عندكم القرعه كذلك حكوها. المهم انا درتهم هكا في داك الروبو، سمحوا لي كنصور غير بيد وحده. المهم بغيت غير في الاول، بعدا ندير ديك لافارس طيب فوق المقله، ومن بعديها نمشي نجيب داك السيبور ونحط عليه البورتابل باش هكا نقتصد في الوقت، لان الوقت كان ضيق. المهم اخواتي هنا خديت المقله من بعد ما شلط ديك الفلفله والبصله، شلطهم كيف ما كتشوفوا، درت شويه الملحه، شويه نتاع بودره الثوم، شويه نتاع الابزار كتشوفوا. المهم من البقال نيشان، كنحطوا نيشان في المقله ما كان لا معلقه لا والو، لانني فريمون كنت مزروبه. وهنايا شويه زنجبيل بحكم انني كنت خدامه في واحد لاكوموند سمحت فيها، وجيت هكا باش نحضر بعدا هاد لافارس. درت شويه الزيت النباتيه، وغادي كذلك نزيد زيت العود، والنار اكيد متوسطه، وغادي نغلق على هاد المقلات هكا باش ديك الخضيره هكا كتشحر. المهم شوفوا الروينه اللي كاينه هكا على جنبي. صافي كتشوفوا هنا راني لحد الان مازال ما خلطت حتى ديك العطريه. من بعد ما نزلت معايا البصيله والفلفله، حاولت انني نقطع دوك الصدور نتاع الدجاج قطع صغيره كيف ما كتشوفوا معايا، وممكن جدا انكم تطحنوها هكا في الروبو وتعطيكم كفته، وممكن تستعملوا الكفته نتاع البقري. صافي قليت داك الدجاج. المهم ديك اللقطه نتاع من غطيت عليها بالمغطى خليتها تتشحر داك الدجاج كذلك، وفي اخر لحظه زدت مطيشه وغطيت عليها ضروري باش تطلق لينا ديك الصوص. انا خليت داكشي فوق المقله فوق النار في المقله، وجيت نيشان مباشره لهاد الطبسيل اللي دايره فيه واحد 800 غرام نتاع دقيق، تقريبا 8 الكيسان تاع العنبه. درت الملحه، درت زوج معالق كبار نتاع الزبده بدرجه حراره المطبخ، وممكن جدا تعوضوها بثلاث معالق نتاع الزيت النباتيه. درت هنا معلقه كبيره نتاع الخماره حبوب، ومعلقه كبيره نتاع السكر اللي ممكن تعوضوه بالعسل. الخماره حبوب ممكن تشريو حتى ديك نتاع درهم تخويوها مره واحده. المهم 20 غرام غادي ترفد لينا ديك المعلقه الكبيره. صافي هنا اول حاجه معست ديك الزبده مزيان، وممكن جدا انكم تضيفوا حتى الابزار والزنجبيل وبودره الثوم للعجينه كيف ما بارطاجيت معكم شحال مره هذه الفكره. المهم انا دابا مزروبه الصراحه، فحاولت انني غير هكا نعجنها بنص يطرو حليب دافي. حاولوا انكم غير تدفيوه، ما تسخنوهش بزاف وما تخليوهش بارد بحكم ان الجو بارد بزاف. صافي هنا ديك نص يطرو حليب غادي يجمع لي ديك العجينه اللي كيف ما قلت لكم 800 غرام نتاع الدقيق. وممكن جدا انكم تقسموا المقادير الا بغيتوا تخرجوا نصف الكميه. صافي غادي نحاول هكا غير نلعب بها هكا شويه، يعني راه ماشي شي دليك دليك، والعجينه القوام تاعها من اروع ما يكون. وكان سبق لي وبارطاجيت معكم بزاف مملحات اللي بعجينه سحريه رائعه واشكال زوينه بزاف. المهم ان شاء الله غادي نخليهم لكم في نهايه الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهنايا اخواتي غادي نغطي على ديك العجينه ونخليها باش تخمر ليا. المهم ديك لافارس من بعد ما ديك مطيشه بدات تقلاها هكا مع داكشي والنار مهيله شويه يعني متوسطه، خديت واحد المعلقه نتاع مركز طماطم اللي زدتو واللي عطاني واحد اللوين والمذاق اكيد، وخديت كذلك شويه الزعتر كيف ما شفتو. كنحاول غير هكا نحكو بين يديا، ولا تطحنوه في مولينكس وتغربلوه الا كنتو باغيينو رقيق بزاف. صافي غادي نمشي على هاد الطريقه. المهم صافي غادي نحرك والنار متوسطه،
وغادي نخليها واحد 5 دقائق هكا باش داك مركز الطماطم يعطي اللذة ويطيب، كذلك يندمج هكا مع العناصر، وكذلك داك الزعتر يعطينا واحد اللذة اللي هي زوينة. صافي انا مشيت مباشرة خويت ديك لافارس من بعد ما تشربت السوائل وما بقاليش فيها هكا المرق، صافي حطيتها هكا في الكونجيلاتور الصراحة، لانه كنت مضطرة الوقت ما كاينش وضروري ان لافارس تبرد باش نقدر نعمرها دغيا دغيا. فهاد العجينة الا بغيتوها تختمر ليكم كنتم مزروبين، غادي ديروا كيف ما درت انا كاسرول، ديروا فيها الماء الطايب وتحطوه تحت منها وتخليوه تقريبا، وسمو نقول لكم واحد 10 دقائق تكون صافي جاهزة باش تستعملوها. المهم هنا قسمتها على زوج، غادي نزيد نقسمها كيف ما كتشوفوا هكا في الفيديو، وغادي تشوفوا شحال عطاتني من قطعة. المهم بغيتوا تخرجوا منها 20، بغيتوا تخرجوا منها 15، نتوما احرار. انا هنا خرجت منها 20 وللامانة رجعت وزنت داكشي بالميزان، درت تقريبا 75 غرام لكل كرة، عطاتني تقريبا وشنو نقول لكم. المهم غادي نحسبوا مع بعضياتنا، والله راه الذاكرة لا اله الا الله وصافي. المهم خديت الزيتون اللي غسلته وهرمشته حتى هو هكا في داك الروبو، وحاولت انني نضيفه على لافارس من بعد ما بردت اكيد، وكان حرك هكا ولا كان خلط ديك العناصر. وممكن جدا انكم الا بغيتوا تضيفوا هنايا الفروماج رابيد ضيفوه هكا مع لافارس، ولا ديروا له كيف ما درت له انا. المهم هذه هي العجينه، انا من بعد ما قطعتها لولبتها في الكره كاينه 75 غرام، وغادي تشوفوا معايا عدد الكريات. نظن خرجت لي واش نقول لكم 13 الكره، ولكن بحجم معقول جدا. وخديت هكا كل قرصه كيف ما شفتوا معايا انني ورقتها بالوراق، غادي تشوفوا معايا في اللقطه المواليه. وغادي نبقى نشكلها بهذه الطريقه السهله البسيطه اللي كتحضر في رمشه عين الصراحه، ما كتاخدش لينا الوقت، واحد العجينه رائعه يا البنات، نتمنى انكم تجربوها. غادي نرشوا طاولات العمل كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نحاولوا اننا نرققوها هكا بشكل دائري، ومن بعديها غادي نحطوا الفروماج رابي. انا دايره هنا الموزاريلا، وانتم تقدروا ديروا معها حتى الاضام ولا اي نوع، تقدروا تخلطوا بين ثلاثه ديال الانواع نتاع الجبن ولا اللي بغيتوا. المهم نتوما ما كانش متوفر عندكم هذا الشيء، ممكن جدا انكم ديروا غير لافارس بوحدها، ولا ديروا لا بيغي لتحت، يعني ديك البطاطا اللي كتكون هكا مرفوسه مع البيض المسلوق ديروها لتحت، وفوق منها غادي تحطوا لافارس وتشكلوها هكا، بها تعطيكم اللذة وبها غادي تغرم ليكم، يعني يجيكم داك الشيء هكا عامر وجايب العين هكا. كان سبق لي وانني بارطاجيت معكم بحال هذا الشكل تاع الخدمة، لكن طيبتها غير فوق المقلات بحال شكل البطبوط، جا رائع رائع اخواتي. غادي نخلي لكم الروابط نتاع هاد المملحات ان شاء الله في صندوق الوصف، وغادي نخلي لكم الصور نتاعهم في نهايه الفيديو ان شاء الله باش تشوفوهم وتزعموا هكا تجربوهم، لانهم فعلا يستاهلوا انهم يتجربوا. المهم اخواتي انا حطيتهم هكا في اللاطه، وتكيت هكا دوك الكريسات ثلاثه نتاع هكا تقيبات درت الفوق، غير علاش باش انا ملي نجي نقرصهم كيف ما كتشوفوا معايا شويه ما يكونش فيهم داك الهواء لداخل، وكذلك من يدخلوا للفران انا ما بغيتش شكلهم يجي بحال القراشل يكونوا عاليين هكا، بغيتهم غير بحال البسيطلات. داكشي علاش درت لهم دوك التقيبات هكا باش يتنفسوا ملي يكونوا في الفران ما ينتفخوش. صافي دخلتهم الفران دافئ ولكن نار مطفيه، خليتهم يخمروا واحد 10 دقائق، غير هكا حسيت بهم ان الخموريه بغات تدخلهم، وانا نجيب واحد البيضه اللي زدت فيها صوص صوجا وهكا ضربتها، وغادي نستعمل زريعه الكتان لهاد المملحات اللي كيعطوهم واحد المنظر زويون. وممكن جدا انكم تطحنوا من ديك زريعه الكتان وتدخلوها لداخل في لافارس، ولا كيف ما سبق لي وبارطاجيت معكم شحال من مره انكم تزيدوا السمسم ولا الجلجلان محمر في لافارس لداخل، باش وليداتكم هكا يستهلكوا هاد الحويجات اللي فيهم المنافع كثيره طبعا. فاخواتي بقيت هكا كنرش دوك الكريسات
بزرعة الكتان اللي خديتها هكاك، يعني ما محمرة ما والو، لأن مازال تابحة أنها تدخل الفران، وهي كتعطي لذة زوينة وكتنتكل هكا. أنا بعدا شخصيا كنحماق عليها. المهم دخلتها الفران سخون، نار متوسطة ولا مجهدة، عفوا مجهدة، باش هكا طيب مزيان وتحمر من التحت. وكذلك نزلتها لتحت باش تاخد لي هذا اللوين الزوين، ولكن طبعا في ديك المرحلة غادي نحاول نقص النار بزاف بزاف باش ما يتشوطوش لينا وياخدوا لينا هاد اللوين. بغيتوا تزوقوهم هكا بالفروماج رابي ديروهم، بغيتوا تخليوهم سامبل هكا ديروهم. المهم كل واحد ويبقى اللمسة نتاعو كيفاش غادي يزينهم. المهم انا الحمد لله ربي ما حشمنيش، وجدت هاد لا كوموند في واحد الوقت قياسي رغم اني كانت يدي مشغوله في كوموند اخرى. المهم كنت نخلي لافارس تبرد، نخلي العجينه تختمر، ونمشي ننجز ليه لا كوموند الاخرى، ولكن الحمد لله جات السيده خداتها تبرعت بها وكلاتها وفرحت بها، ونتمنى لها ربي يفك وحيلها وبصحتها وراحتها. اكيد غادي تشوف هاد الفيديو لانها راها تنتظر تشوف الطريقه تواصلت معايا. فهذه هي كنوجه لها تحية كبيرة، ونوجه لكم أخواتي حتى نتوما تحية كبيرة، وشكرا جزيلا على دعمكم، وشكرا على الكلام الطيب، الله يجازيكم بكل الخير. فريمون كتفرحوني من القلب والله العظيم، وكتخليوني هكا نوض نصور بواحد الحماس، لان عارفه اللي كيتفرجوا حتى في القناه ناس ذواقه. نتمنى انكم تلايكيو الفيديو وتبارطاجيوه، وغادي نخليكم مع الصور. السلام عليكم.